غندير عاد نجي. الواقع اللي وقع لي انا بسبب الماء، خرجت نسرت على ولادي كيف طلع لي سي عليهم الماء، ودار سي واحد القزيره رجلي تشرق لي رجلي، والله ما قطعتها ليا. ورانا كنمشي على الماتشي كنبريكولي، دابا راه الشتا هادي وما عاديش فين نمشي، تحزيت على شي قزيره قلت نجبدهم، طاحت عليا وحده شرقت لي رجلي، الله ما قطعت عليا. دابا راه لا ماكله لا والو، كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا، كنطلب من المحسنين يجاهدوا بقوه اللي عطى الله هو. دابا لقاوت ما عنديش، راه واحد المرا اللي وقفت معايا الله يقوي خيرها، هذا هو. وكنطلب من جلالة الملك يشوف من حالي، كنطلب من جلالة الملك يشوف من حالي، هذا الشيء بزاف علينا الناس مسؤولين، راه طحنونا. الله يجازيك بخير وسيدنا، وشوف من حالنا ساكنة الكوارة ولاد ملوكا، حنا ضايعين وسط موالي الغلي منها. لا كاين شي ناس هنايا عندهم الفلوس ما باغينش يتحولوا، شارين ديور في بلاص اخرين، عايشين في بلاص اخرين، وهنا دايرين هذاك الشيء ديال الغلم وما بغاش يتحولوا منها. كيجيو مسؤولين تيعطيهم الفلوس وتيو حلايا معاهم. دابا 50 عام حاجك حاجك كنسوا في الميكا لا طواليط، 50 عام هادي الناس ساكنه هنا، جيت 20 عام راه بحال ساكن في النار. جيت لقيت الناس كينسوا في الميكا، حتى انا بقى كنس معاهم في الميكا اللي عطى الله هو هذا. لما شوف من حالنا، لما شوف من حالنا وشوف مع المسؤولين يشوفوا هادشي كيديروا ليه. راه حنا الغالب الله، راه الغالب الله، ما لقيت لا ماكله لا والو. دابا راه الناس اللي واقفين معايا كيجيبوا لي القوت، راه اللي عطى الله هو تا الدواء شادوها كريدي، راه والله ما مخلص فيه ريال، السبيطار ما عطيك فيه تا ريال، راه الناس اللي وقفوا معايا.